لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله، حديث آخر في ذكر الدابة يعني. قال أبو داود الطيرسي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان، يعرف المؤمن من الكافر. الخوان يعني المائدة المرتفعة. في إسناده ضعف، فيها علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ورواه الإمام أحمد عن باز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حمد بن سلمة به، أي بنفس الإسناد. وقال فيه: فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، عكس الرواية الأولى: حتى إن أهل الخوان الواحد لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. ورواه ابن ماجه أيضا بنفس الإسناد. حديث آخر رواه ابن ماجة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. حدد له مكان. فإذا فتر، والفتر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحهما، الشبر ما طرف الخنصر إلى طرف الإبهام إذا فتحهما، الفتر ما بين الإبهام والسبابة. قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. وروى عبد الرزاق عن قتادة إن ابن عباس قال: هي دابة ذات زغب الريش الصغير الناعم، لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. وروى ابن أبي حاتم عن عطية قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها. هذه أثر غريبة ولا يثبت فيها حديث صحيح، يعني عايز العمق الصدع ده في الصفا، جري المسافة جري الفرس ثلاثة أيام، لأن الصفا كله لا يعني ليس فيه جري الفرس لحظات، لكن عمق الصدع جري الفرس ثلاثة أيام ولم يخرج إلا ثلث، لم يخرج ثلثها، يعني حجمها كبير جدا. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال: الدابة
تخرج من صخرة بجياد، بأجياد يعني، أجياد يعني الصفا، قريب من الصفا. والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه، يعني تبلغ كل المشرق، ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه، ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل: ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع. عن عبد الله بن عمر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمع، يعني ليلة العيد، ليلة المبيد بمزدلفة. رواه ابن أبي حاتم وفي إسناده ابن البيلمان. وعن وهب بن منبه أنه حكى من كلام عزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس، كل يسمعها، وتضع الحبال قبل التمام، جمع حبل عن النساء الحوامل، ويعود الماء العذب أجاجا، ويتعادى الأخلاء، وتحرق الحكمة، ويرفع العلم، وتكلم الأرض التي تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون، ويتعنون فيما لا ينالون، ويعملون فيما لا يأكلون. يتعنون من المعاناة، هي زي يتعبون يعني. أما هذه الخصال ففي كثير، ففي زماننا كثير منها، يعني أن الناس يرجون ما لا يبلغون، يفضل يتمنى يتمنى وأجلوا دون ذلك، ويتعب وما ينالش، ويعملون فيما لا يأكلون، يعني فوق ما يحتاجون، فتتراكم يعني عمل يترتب يتراكم أموال لا ينتفعون بها. وعند هذا أثر إسرائيلي. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. قال ابن عباس: هي مثل الحربة العظيمة. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر، وما لها ذنب ولها لحية، وإنها لتخرج حضر الفرس الجوادي ثلاثا، وما خرج ثلثاها، وفي رواية: ثلثها كالتي سبقت. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن عيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء، نكتة عن النقطة، بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه
حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن بكم ذا يا كافر، وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار، نعوذ بالله من النار. فذلك قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عامة هذه الآثار ضعيفة، الذي يثبت هو ذكر أن الدابة من أشراط الساعة كما دلت عليه الآية، ومكان خروجها مختلف فيه عدم ثبوت الدليل. يعني من أحسن الأحاديث من جهة يعني رغم ما يعني من جهة الإسناد، وحديث أبي داود الطيرسي أنها تخرج ثلاث خرجات، وأنها تخرج في آخر الخرجات من المسجد الحرام أو قريبا منه، وأنها تجلو وجوه المؤمنين، ولا أنه لا يدركها طالب ولا ينجو منها، أنها تسم الناس في وجوههم حتى تأتي الرجل من خلفه وقف يصلي فتقول: الآن تصلي يا فلان، الآن تصلي، فتسمه في وجهه. أسأل الله العافية. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.